الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله وصحبه ومن والاه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه فهو اول ليس قبله شيء واخر ليس بعده شيء وظاهر ليس فوقه شيء وباطن ليس دونه شيء. وهو على كل شيء قدير. ربنا علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا القليل وتجاوز عنا الكثير. ربنا افتح لنا فتوحة من عندك يا رب العالمين. ان شاء الله آه بدنا كان لك آه نتسجيل اسوار اخر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اليوم وقد يكونكم.

ني سبحان ربي آه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ركوع لي كده سبحان ربي الاعلى سجود لي كده بين سجدتين لي ما سجدت ما نقول رب اغفر لي كده التحيات تكفيني اما انا خطواتني انا اقصى خطارك ولا نخون واجبات سلاتوغن ننيش نيجي نوا سلاسس يقوى كان قصة الله نرشرو سرنا ما نريد بوك كده أركان نروس أرنو من الأركان نعصن الله نردم بوك واجبات نروس أرنو مواجبات نرود نعصن نان هذه ثمانة كلها واجبة ناس وقت نان مع الذكر والعلم فقدنا وانتنوسك أن وأن ومع الجهل والنسيان تسقط وإذا تركها نسيانا أو شيئا منها سجد للسهو إن كان إماما أو منفردا أما المأموم تبع الإمام لكن الإمام يسجد للسهو والمنفرد كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون أصلي ولأنه صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول سجد للسهو أي سجد له سجدتي السهو قبل أن يسلم طيب نقرأ نغن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نكو نسقطني لله لا ري بارن وري غفلو وري أرقي وري جهلد نين لا ري لارم نا واجبنين جبر يعني لا أريخ إن كان الجورا جرسق تلو الصورة رسق معناها هاجن ورانا هاجن نات اللنين نواجبنين نا نجبرني ورانا جن يا يا سجدت سجدت سهو النبي صلى الله عليه وسلم التشهد أول التحيات الأولى التحيات سنفعل ليانغ التحيات بكون مثلا ينان الدرس لا يسنونك ليانغ ركع سن التحيات سنكون تشهد سنكون ما قلنا ليانغ ركع سن التحيات الأخيرة سنكون هنا التحيات ليانغ رجن نردم بالسلام عليكم يا رجن إن التحيات إنجاب النبي صلى الله عليه وسلم من خيره سنا لينا سجدت سجدو سجدو آه، سلام يجي ودي واجب صلاة خلد نقص ما قبل السلام السلام عليكم السلام عليكم يجي لينا سجدت كدو ما دمك السلام عليكم السلام عليكم يو نلينا سجدت نينا جبر ان مخير ان نسيانو ان تشهد الاول تشهد صرف التحيات اللي ان لي ا آه آه مخير سريرو أكان لأقرار متانجن وليه اللي يعني تجاوز شهانيا تجاوز الأول وتجاوز الثاني والأركان ما ترك منها عمدا بطلت الصلاة بتركي لكن إن أركان لد عمدا تركسا إن آآ آآ أو سهوا تبطل الصلاة ورا عمدا أخن ورا مخيرا أخن ورا سهوا أخن ركن مخير صلاة لد إن صلاة باطلة والأركان ما ترك إلا منها والأركان ما ترك منها عمدا بطلت الصلاة بتركه عمدا أو سهوا تبطل الصلاة بتركه إلا أن يستدرك السهو يكمل فلا بأس أما لو ترك بالكلية وطال الفصل يعيد فلو أنه صلى ولم يركع في بعض الركعات أو لم يسجد أو صلى بدون تكبيرة الإحرام فلا صلاة له تكبيرة تكبيرة ان قد انسان ركوع ان قد سليس مين صلاة شخلا يكونك كوك آه أو لم يجلس بين السجدتين بإن سجد سجدة مستمرة أو رفع رأسه ولم يجلس فلا بد من الجلسة بين السجدتين وهكذا الركوع لو رفع رأسه ولم يستقم يطمئن بعد الركوع أو لم يتشهد التشهد الأخير عمدا بطلت التشهد الأخير ركنجن وإن كان سهوا وأطال الفصل كذلك أما إذا ذكر يأتي بالركن فقدن ان ركن صلاة نعصى لو لكن بدبر فقدن لهم مسافات روى كان صلاة السلاسة عادت سيرو شاه معنا ويسجد للسهوي لو ترك الركوع في الركعة الأخيرة مثلا ثم نبه يعود قائما ثم يركع ثم يكمل الصلاة ويسجد شنو للسهو. دوانان اللي مثلا ركوع السجي اما جوها ركوع سنعسق ركوع سنعسق معناه ركون سنيتك نعسق كله صلاة ناقص خلاني لكن ام نأخذ سجود سهو شنو اسق دون برن ني ما منا مخيرنا ند سجود سهو اسق الناس سجود سهو نين ان ركون اكان لا اكلاني ان ركون سجوي يعني مثلا ركعت قد اوالي سجد سبحان الله كله وانت هنا ما وانت روها ركوع سي الله اكبر يوم ما ركعو ركون جنين ركون كله، سخلو نعصول دنبي دنبلن سلام يا دنبك المخير مخير متان سهو متان ليغنا سجدت سجود السهوي نعصك منها ركون أكانسي عجين تمام دنا من سجود سهو خد أرجوخ آه... نيس أنا كودا مم... ويسهو و... ويسجد للسهوي لو ترك الركوع في الركعة الأخيرة مثلا ثم نبه نبه يعود قائما ثم يركع ثم يكمل صلاته ويسجد للسهو ويسجد السهو أو ترك سجدة من السجدات نبه قبل أن يستتم قائما أو بعد الاستتمام قائما يرجع إن لم يكن إلا بعد ذلك يأتي بركعة بدلا منها ويسجد للسهو أما الواجبات ما سقط منها سهوا أو جهلا سقط لا حرج لا شيء فيه وما كان سهوا يجبر بسجود السهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول ترك التشهد الأول جبره بسجود السهو وكذلك لو نسى التسبيح في الركوع أو السجود ربي أرب اغفر لي مثلا بين السجدتين أو نسي التشهد الأول وقام يسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلمه هذا هو الواجب أيوة نان أما الواجبات ما سقط منها ما سقط منها سهوا أو جهلا سقط لا حرج لا شيء فيه وما كان سهوا يجبر بسجود السهو أن ركن لي إلا الركن لازم أن ترشع لكن واجبات لي سجود سهود جبرسك لشكسك معناها قن. أي شيء لا حرج لا شيء فيه وما كان سهوا يجبر بسجود الساوي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول جبره بسجود النبي صلى الله عليه وسلم السهو النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول سمع خير سنك التشهد الأول واجب جن ركن أخلاني لكن التشهد الأخير ركون جن. أما النبي صلى الله عليه وسلم خير كله طوال ورابيخون السلام يجير جاب قبل السلام طوالي سجود سهوي نعصو النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لو نسي التسبيح في الركوع مثلا سبحان آه سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم يلا او رب اغفر لي بين السجدتين مثلا مخيره او سجود لوانو سبحان ربي الاعلى مخيره او نسي التشهد الاول والتشهد الاول مخيره وقام يسجد للسجدتين قبل ان يسلم برضو أي واجب نواجبات مخير ساق أي واجب قبل السلام جن إن بإذن الله عز وجل إن جبر ساق آآ أبو آآ مخيرنا واجب صلاته واجباته قن هذا هو الواجب نين واجب وهذا هو المتع المعتمد وقال الأكثرون أنها مستحبة ولكن قول من قال بالوجوب أظهر لقوله صلى الله عليه وسلم سلوا كما رأيتمون أسلي هذا أظهر وأحوط جميعا وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أداء الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وفي أوقاتها ومع الجماعة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها لنا نورا وبرهانا يوم القيامة ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا فيها الطمانينه والخشوع والتوفيق هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته